26 أكتوبر 2010 في افتتاح المجلس طلب من الناس الحرية المسؤولة، ترجى أن يكون في الكويت الحرية المسؤولة. شنو معناته الحرية المسؤولة؟ أن أنا عندي حرية وأنت عندك حرية، بس من حريتي توصل إلى أني بعتدي عليك لازم أوقف. هذه الحرية المسؤولة. صحيح. مهما يعطونا حرية في التعبير ويعطونا قانون المرء والمسموع، لازم تكون عندنا رقابة ذاتية بالحرية. نعم. عندنا من الأمور الطيبة أيضا مفهوم التأمينات الاجتماعية. منظومة التأمينات الاجتماعية هذه نقطة مضيئة بالكويت. صندوق التنمية الكويتي اللي بنى العالم كله، هاي نقطة مضيئة في الكويت، لأن هذه هي اللي ساعدتنا، هذه الأمور اللي ساعدتنا في تحرير الكويت. عندنا مثلا حرية الانتقاد، احنا الحين قاعدين ننتقد في كثير من الدول ما تقدر تنتقد هذا الانتقاد، هذا الموضوع نقطة مضيئة. اليوم مثلا أو الأسبوع هذا بعد خطاب الأميري كان في هناك رغبة من الأمير بوضع حلول جذرية لمشكلة البدون، ويطلع لنا أمس تقرير من مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى للتخطيط لوضع الحل الجذري والعادل لفئات البدون. وإحنا هذا دائما كنا نطالب فيه، إن البدون لازم يصيرون يعني يصنفونهم إلى من يستحق الجنسية ويأخذها مباشرة، وإلى من يستحق الإقامة الدائمة، وإلى من يعطونا فرصة بأن يثبت جنسيته، لأنهم الآن عندهم داتا بيس كاملة. وأنا دائما أقول أي دولة متحضرة لازم يكون عندها قاعدة معلومات. زين. إحنا بدون قاعدة معلومات لا يمكن. أما السلبي إيه؟ طبعا أكو إيجابيات بعد، بس أنا أعطيتك أهم يعني خدمات التعليم، خدمات التعليم والصحة والخدمات الإسكانية وأيضا السلع الرخيصة اللي هي الكهرباء والماء، هذه كلها ترى أشياء إيجابية. لكن مع الأسف لما تعدينا على مفهوم المواطنة، الصحة في تردي، التعليم لما تعدينا على مفهوم المواطنة بأن أنا لي حقوق وعلي واجبات، أين واجباتي من مفهوم المواطنة؟ عشان كذي إحنا لما نربط الأمور في بعض نعرف ليش عندنا نقاط سلبية. السلبية مثلا، أكبر سلبية قاعد نشوفها الآن تراشق نواب مجلس الأمة على وسائل الإعلام. نعم. يعني إحنا استأنسنا لما حطينا مجلس الأمة على الهواء مباشرة وبالجرائد يغطونهم ويعيدون حتى يعيدون يعني الجلسة مالتهم، ولكن مع الأسف هذا الشيء أصبح سلبي علينا. هل يقول شيء من الشيء عندنا إيجابي؟ نعم. مع الأسف سوء الممارسة تحول معنا إلى سلبي. مثلا الانتقاص من هيبة المدرس، الانتقاص من هيبة الشرطي، رجل الأمن ما له هيبة، يعني لما الأخ فرحان يقول السرعة على الشوارع، هذه السرعة على الشوارع قال مو بس الكويتي، قالت وأنا لا سياري خطر زحمة، وأنا حبيت سؤالك ما ينطر ما ينطر دوره إيه؟ حبيت سؤالك لما قلتي ليش دراك كويتي لابس خطر إيه؟ أصلا اليوم أكو بالكويت واحد يحترم القانون كويتي أو غير كويتي؟ ترى قلة اللي قاعدين يحترمون قانون المرور، أنا أتكلم عن قانون المرور بالذات. واللي في التقرير طلع لك فاطمة قالت البيئة، البيئة 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 البيئة، بس اللي شيء اللي بشر وانت بنت البيئة عاد إذا بتحكي عن البيئة ما راح نخلص. إيه وانت بنت البيئة على قضية الشيء اللي بشر بالخير. اليوم تقرير التنمية البشرية اللي طلع هذا الأسبوع للعالم لتقرير 2010، الكويت طالع الرابعة على الدول العربية في التنمية البشرية. لا مرة ثانية أهل الديرة يقولك في العادة حلوة، واحد يسمح عشان هذه إيجابية اللي ترفع إيجابية رأسنا إن الكويت طلعت اللي الرابعة اللي نقول إحنا والله كويتيين نفتخر إحنا كويتيين ونرفع روسنا. إن في تقرير التنمية البشرية هو ترى كل سنة الكويت تأخذ تأخذ لها يعني مراكز متقدمة في التنمية البشرية، في التنمية البشرية. أعتقد السنة شوية تزحزح المنصب عربيا لأن دائما كنا مرتبة أحسن، هذه السنة إحنا طالعين رابع مرتبة في الدول العربية و47 على دول العالم. إيه ما شاء الله، يعني زين. يعني إذا جينا قلنا إحنا بالمقابل تقرير الفساد اللي قاعد يطلع دوليا قاعدين نتردى، يعني كنا بالأربعين صرنا بالخمسين، الحين احنا اواخر الستين، بس طلع تقرير قال بالخمسينات دخلنا الحين ردينا صرنا احسن بالخمسينات. انا اتكلم عن تقرير الدولي 54 او صار 56 الحين. انا اتكلم عن تقرير الدولي الدول انا وصل لي مسج في الشغله هذه. اي معناته شويه اذا هذه انت قاعد تشوفين التقرير الاخير احسن من التقرير العام. تقرير العام لان التقرير الاخير انا ما شفته. هذا يرتبط في احترام القانون، طبعا ترى هذا يرتبط بالمواطنه، بالمواطنه لان المواطنه قلت لك هو مثلث ما بين الكفاءه العلميه
والكفاءة القانونية والكفاءة الاقتصادية. أنت تقولين أين أنت من تقارير العالمية لمن يكون عندك هذا المثلث داخل في عدالة بين الناس؟ الوقت لا نختم بسرعة، أبي تقولي لي مفهوم دور التربية في تعزيز أو مفهوم المواطنة التربية. يعني أمس أتكلم معك في التليفون وكنا نتكلم أثرنا موضوع الوجبات الغذائية وهذا الموضوع عندي أنا باكر موضوع الوجبات الغذائية بس ما يهم أن أنا أستنير برايك وأخذ رايك في الموضوع. خليني نسمع أهل الديرة لما نستذكر يعني هذا أبسط ترى شيء، يعني لا يقولون فاطمة أعطتنا مثال على الغذاء، لأن صحيح الغذاء يعني أساس بقاء الإنسان، لكن هذا مثال بسيط جدا على خلينا نقول إحنا تقديرنا، تقدير المواطن الكويتي للخدمات اللي كانت تقدم بالكويت. خدمة هذا قبل زينها وايد شوربة العدس والبيض، البيض مفيول، رجعي إلى جيل ناكلت ما نخاف إنه فاسد ولا مو فاسد، والشوربة ماي ما ندري الماي فيها الله ماي صح زينة ولا مو زينة، صحيح بس كنا صحيح والتوس في ديننا صحيح. أنت تتكلمين عن جيل 50 و60 و70، هذا لأكثر أجيال فعلا إحنا مرينا بهذه الوجبات. على مثل ما حضرتك ذكرتي أن السندويشة والحليب كلمك والبيض والشوربة كل، وبعدين تدرين ليش؟ لأن كانت هناك ثقة بين الإنسان كعايش على هذه الأرض، ترى كويتي وغير كويتي كان عندهم ثقة بين الإنسان عايش على هذه الأرض يحترم الخدمات اللي كانت تقدم. وعشان شي كانت الكويت درة الخليج، لكن اليوم هذه الثقة انعدمت. ليش؟ لأن مع الأسف الشديد الحكومة ما غلظت قوانينها مثل سنغافورة على التجار اللي قاعدين يبون العمالة. هذه العمالة اليوم تنظف لنا الشوارع منظيفة، تدير المدارس منظيفة، يعني أقصد تدير تديرها من ناحية تنظيفها يعني منظيفة، تشتغل لنا كعمالة في الشركات، دائما تشتكي ما عندها رواتب، دائما تشتكي ما تبي تسوي إضرابات. هذا بالكويت صح عددنا كان أقل، ليش؟ لأن مفهوم المواطنة اخترب. أنت اليوم تركيبتك السكانية في خطر، يعني لما نقول الكويتيين أقل من ثلث السكان وإحنا دولة صغيرة والكل يشتكي فيها من القروض وعدم وجود خدمات صحيحة، في خلل، عندنا خلل كبير في دولة فيها مورد كبير اللي هو مورد النفط، فيها قلة عدد السكان، فيها جودة في التنمية البشرية. يعني أنت اليوم لما يطلع التقرير يقول عندش تنمية بشرية، بما معناه أن الحكومة تضع ميزانيات لتدريب وتنمية الناس، لكن أين لما تردين هذا الجميل للوطن؟ صحيح. فهني عندنا دائما احنا نقول العدالة في لما يحطون صورة العدالة، وانتو طبعا دائما عندكم مواضيع المحامين يحطون صورة البالانس مع الميزان، لما يصير أي خلل ترى أي خلل في أي كفة في حتى الخلق يعني وفي في الأرض وفي لما تشوفين كوارث طبيعية كلها نتيجة خلل في مقادير هذه المعادلة. لما يصير خلل الحكومة تعطي وتعطي وتعطي في التنمية البشرية، وقالها أحد اللي دخلوا معنا بالتقرير بأن ناخذ وما نعطي، هني هذا هو أبسط مثال أن لما الحكومة عطتنا بدينا إحنا الحين نستذكر شنو؟ نستذكر الشيء الجميل في الخدمة وضربناه في العدس والشوربة، في حين أنت راح تطرقين تطرقين لباكر أول أسبوع لقوا في مع الأسف العفن في الأغذية اللي قاعدة تقدم للطلبة. كل شكر لك عزيزتي على الحوار اللي أثريتي فيه أهل الديرة عن مفهوم المواطنة ويا أهل الديرة إن شاء الله ولو جزء يسير، الحكي وايد والكلام وايد ما يخلص بحلقة بساعة ونص أو ساعة وعشرين دقيقة لا، ولكن الباجي عليكم أنتم عاد حطوا الدستور وأقروا فيه، تابعوا موضوع الحقوق والواجبات، ترى هذه الكويت تستاهل منك الخير. أنا أخوي خالد خلف اللي قدم أغلى دار طلعت له قبل شوي أقول له أنا قاعدة أتغنى صوتي مو حلو، صجنا هامية بس صوتي مو حلو إنزين، فأقول له أخوي خالد أكو أغنية وأنا قاعدة أتكلم عن موضوع المواطنة ذكرني فيها، كان يقول لي شن هي؟ طبعا كنت أنا حاطة كم حرف غلط أو مفردة، راح ما قصر كتبها وياب لي إياها. أبيكم تشاركوني والدكتورة فاطمة اللي هي غناها أحمد السلمان أو محمد السلمان
ما اسمع، يا ريت يقولوا لي من اللي غناها، اللي هي ترابك احنا نبوسه لو يحصل ما ندوسه، يلا عساك محروسه يا ديرتي الكويت. سليمان الملا في ما لا، اشوفكم باكر ومع السلامه حبايبي.